رئيس الوزراء يهنئ جموع الأقباط داخل مصر وخارجها بعيد القيامة المجيد. المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يعقد جلسة حوارية مفتوحة بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي. وزارة الداخلية تواصل تطوير وحدات قطاع الأحوال المدنية على مستوى الجمهورية. بعث رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي برسالة تهنئة إلى جموع المصريين الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد. وأكد مدبولي أن قيمة المواطنة التي تسود بين جموع الشعب المصري بمختلف معتقداته ستظل صمام أمان يفرض صلابة ووحدة هذا الشعب. عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر أمس جلسة حوارية مفتوحة بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي. أربعة عشر مليون أسرة يستفيد من خدمات وزارة التضامن الاجتماعي بالإضافة إلى فاقد الرعاية من المسنين والذين يتخطوا 100,000. كانت أبرز التصريحات التي جاءت خلال اللقاء المفتوح الذي عقده المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. سيادة الوزيرة، احنا بنعتبرها في المجلس هنا الوزيرة المسؤولة في إطار الدولة المصرية عن جودة الحياة في مصر، إعانة الأسر الفقيرة، إعانة المرأة المعيلة محدود الدخل الأكثر احتياجا. والحقيقة هذا الجانب مهم جدا جدا في حياة المصريين، لأن الحياة في مصر بتسير على في اتجاهين: مساعدة كل فئات المجتمع سواء الأغنياء، ولكن في نفس الوقت تقديم أقصى درجات الرعاية الكاملة للفقراء وللمعوزين ولمحدودي الدخل. وده الدور اللي بتقوم به سيادة الوزيرة، عندها مشروعات كتير جدا 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 غير مسبوقة في تاريخ مصر وغيرت وجه الحياة. وما أحوجنا نحن كمصريون ان احنا نبني جسورا من العلاقات الطيبة ومن التعاون المشترك نحو وجهة واحدة مع الإعلاميين، لأن احنا في مرحلة بنبني فيها المواطن المصري أكثر فأكثر، بنشتغل أكثر على القوى الناعمة، وإحنا بنؤمن أن الإعلام له قضية تنموية يعني هتظهر أكثر وأكثر جليا في الأيام القادمة. إحنا في لحظة تاريخية من الاستثمار الحقيقي في البشر، خاصة تزامنا مع برنامج تطوير القرى المصرية اللي أطلقه السيد الرئيس. والحقيقة إحنا بنتكلم على تطوير القرى المصرية ليس القرية لوحدها فحسب، ولكن تنمية الأسرة المصرية بشكل عام. مبادرات هامة تقوم بها الوزارة من شأنها مساعدة جميع فئات المجتمع وتقديم أقصى درجات الرعاية الكاملة لمحدود الدخل. أحمد غنيم، قناة النهار. واصلت وزارة الداخلية تطوير وحدات قطاع الأحوال المدنية على مستوى الجمهورية. المزيد في سياق هذا التقرير. انطلاقة تطوير قطاع الأحوال المدنية بدأت بمقره الرئيسي بالعباسية، ثم امتد التطوير ليشمل كافة مقرات الأحوال المدنية بالمحافظات لتصبح ذات نسق إنشائي موحد. تطوير شامل رفع كفاءة سجلات الأحوال المدنية القديمة وإنشاء جديد منها، وفي كل الأحوال تزود تلك السجلات بتكنولوجيا حديثة متطورة وأماكن انتظار لائقة، مع تزويدها بخاصية الاستدعاء الرقمي وعدد كاف من شبابيك تقديم الخدمة لتقليل زمن الحصول على المصدرات من شهادات ميلاد ووفاة وقيد عائلي وبطاقة رقم قومي وشهادة زواج أو طلاق وغيرها من المصدرات. كما أتاح القطاع خدماته على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على الإنترنت، يستطيع المواطن أن يختار المصدر الذي يحتاج إليه ويتقدم بطلب الحصول عليه مع الدفع عن طريق بطاقات الدفع الإلكتروني أو شركات التحصيل الفوري، ويصل المصدر إلى مكان إقامته عبر البريد في زمن قياسي.
كما خصص القطاع عددا من ماكينات آلية ذكية لطباعة مصدرات القطاع على أن تشمل المرحلة الأولى استخراج شهادات الميلاد عقب التأكد من شخصية المواطن وفقا لخطوات محددة، وتعمل على مدار 24 ساعة. ولمزيد من التيسيرات للمواطنين، تم إنشاء عدد من المقرات الجديدة النموذجية للأحوال المدنية بعدد من المراكز التجارية الكبرى لخدمة المترددين عليها، ويتيح لهم استخراج مصدرات الأحوال المدنية دون التقيد بأماكن الإقامة وبصورة حضارية لائقة وعلى مدار اليوم، حيث يستمر العمل بتلك المقرات للتاسعة مساء. اتبسطت جدا ان انا لقيت احوال مدنيه في مول او انا بعمل شوبينج والكلام ده كله، ممكن اطلع بطاقه اعمل شهاده ميلاد خلال 24 ساعه عادي جدا في اي وقت، اي وقت احتاجه هلاقيه. بصراحه التجربه هنا كانت ممتازه جدا. انا شفت الاعلان على الفيسبوك على افتتاح المكان هنا في المول، وجينا فعلا مفيش اي عطله، مفيش اي زحمه، في خلال بس يا دوبك وقفنا على شباك واحد خدنا استمارات وعملنا كل الاجراءات بتاعتنا بكل سهوله وكل وضوح. كما يتيح القطاع خدمه الترجمه الفوريه لمصدراته لاكثر من 14 لغه. انا فرنساوي ومسيحيه، وانا جاي النهارده عشان بيعمل البطاقه جديد، وانا مبسوطه قوي عشان كله نظيف والناس حلوه وكويسه وبيتكلم كمان انجليزي وفرنساوي. وتنفذ وزاره الداخليه خطه متكامله للنهوض بكفاءه مقرات الاحوال المدنيه انشائيا والتوسع في ميكنه خدماتها، قطعت شوطا كبيرا فيها وتستكمل ما تبقى منها وصولا لجميع المقرات، مع انشاء مقرات جديده في اماكن اختيرت بعنايه لضمان استفادة المواطنين منها وتيسيرا عليهم دون حدوث تكدسات.